لمزيد من التفاصيل عن هذه الحملة الإغاثية ينضم إلينا مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب عبر الهاتف. أهلا بك دكتور. أهلا حياكم الله. دكتور أحمد، ما هي تفاصيل هذه الحملة الأخيرة التي أطلقتموها في مخيمات حسن شام الثاني للنازحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مباركة لكم ولمشاهدين قناة الرافدين. حقيقة بعد هطول الأمطار اللي تعرض لها العراق، أرجاء واسعة من العراق وخاصة في المخيمات، وتعرضت المخيمات إلى غرق الخيم وكذلك إتلاف كثير من مقتنيات العائلات النازحة، جاءتنا مناشدات كثيرة من المخيمات ومن إدارة المخيمات في مد يد العون للعائلات النازحة. حيث زار وفد من القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين والتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية للاطلاع على أوضاع النازحين بعد يعني غرق هذه المخيمات، وقدمت 500 سلة غذائية للعائلات النازحة مع 1000 كيس خبز، وكذلك قدمت لهم هدية القرآن الكريم نسخة من المصحف الشريف، حيث أبدت إدارة المخيم ثناءها وشكرها على هذه الاستجابة السريعة للهيئة وللمنظمة، وكذلك رحبت العائلات النازحة بهذه المبادرة الطيبة والتي إن شاء الله لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة. ونحن لابد أن نشير أنه من خلال قناتكم أشرنا في لقاءات سابقة أن هناك عزوف واضح للمنظمات والهيئات الإنسانية الإغاثية في تقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة، ولكن هيئة علماء المسلمين إن شاء الله مستمرة في تقديم هذه المساعدات الإغاثية. نعم، يعني بحديثكم عن استمراركم في مثل هذه الحملات الإغاثية، تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان، لو تحدثنا عن برنامجكم خلال الأسابيع المقبلة في هذا السياق الإغاثي. نعم، كما تعلمون أن هيئة علماء المسلمين متمثلة في القسم الإغاثي، يعني لديها حملات واسعة في كافة المخيمات، ونحن إن شاء الله عندنا يعني برنامج لشهر رمضان المبارك في تقديم المساعدات الإغاثية في مخيمات عامرية الفلوجة إن شاء الله في الأسبوع القادم، وكذلك عندنا الجانب التربوي هو تقديم المنح المالية للطلبة المتعففين والأيتام في المدارس الدينية في مدينة كركوك، وكذلك الحملات مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية في مخيمات النزوح في الموصل. فبرنامجنا إن شاء الله متوازي في تقديم السلات الإغاثية وكذلك مد يد العون إلى الطلبة المتعففين حتى يستمروا في تعليمهم، وكذلك إن شاء الله تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمخيمات التي تحتاج إلى هذه الأدوية. بحديثكم عن هذه المساعدات تشمل النازحين دكتور، معظمهم نازحين بشكل عكسي نظرا لما تشهده مناطقهم بعد عملية استعادتها، ماذا تقول في هذا الموضوع عن النزوح العكسي في هذه المخيمات؟ نعم، احنا في لقاء سابق وفي زيارة سابقة كذلك لمخيم حسن شام يوتو، حقيقة إدارة المخيم وبعد الاستفسار منهم عن أعداد النازحين، هل هم في يعني تزايد أم أن يعني في قلة يرجعون إلى مدنهم، يعني أكدوا لنا أن الأعداد في تزايد، يعني هناك هجرة عكسية من المناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية إلى المخيمات، وذلك بسبب أنه المدن مدمرة، ليست هناك خدمات، لا كهرباء ولا ماء، لا فرص عمل، ليست هناك مساعدات إغاثية، هناك غياب واضح للجهد الحكومي،
ليس هناك أمل في أنه تبنى هذه المحافظات، يعني الدور وكذلك المراكز الصحية ومدارس التعليم. فبالعكس هناك هجرة عكسية للمخيمات والأعداد في تزايد. نعم، أشكرك جزيل الشكر مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دكتور أحمد الخطيب، كنت معنا عبر الهاتف.